توفيت والدتي منذ 10 أعوام في شهر رمضان، وبقي من الشهر 21 يوما، أي أنها لم تصم إلا 9 أيام. هل يمكن أن أصوم عنها باقي الأيام علما بأن الفترة هي 10 أعوام كما قلت؟ وهل يجوز الصيام عنها أم الصدقة عن كل يوم وأطعم في كل يوم مسكين جزاكم الله خيرا؟ الجواب: ما دامت صامت 9 أيام وماتت في أثناء الشهر وبقي من الشهر 21 يوما، فإنه لم يجب عليها صيام حتى يقضى عنها، وبالله التوفيق.